بركان جزر الكناري يصل إلى الأراضي المغربية. ظهرت صور جرى التقاطها بواسطة القمر الاصطناعي الأوروبي المعتمد لمراقبة الأرض. أظهرت دخانا كثيفا سيزحف جزء كبير منه نحو دول شمال إفريقيا انطلاقا من جزر الكناري التي شهدت إحداها نشاطا بركانا نائما منذ الأحد الماضي. إلى ذلك فقد أظهرت عمليات الرصد أن بركان لا بالما انبعثت منه كميات كبيرة جدا من غاز ثاني أكسيد الكبريت تصاعدت بشكل لافت في الغلاف الجوي، حيث من المنتظر أن تغطي بشكل شبه تام سواحل كل من المغرب والجزائر، تونس، ليبيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك فرنسا وإيطاليا. كما أظهرت صور القمر الصناعي التي التقطت أمس الأربعاء أن الدول المذكورة سالفا ستشهد يوم غد الجمعة تسجيل مستويات قياسية من الدخان الكثيف قد تصل إلى الساحل الأطلسي المغربي وأغلب سواحل البحر الأبيض المتوسط، في وقت أكدت معطيات التي رصدها القمر الاصطناعي أن مادة ثاني أكسيد الكبريت التي أطلقها البركان المذكور ستصل بدرجة أقل إلى حدود النصف الشرقي من إسبانيا وجنوب فرنسا والساحل الغربي لإيطاليا وجزيرة كورسيكا.